مع كل هذه الاهداف نقول الموسميه يعني. اولا نقول مساء الخير لكل المستمعين المتفرجين لقناه الجزائريه وهني كل الشعب الجزائري بالعام الجديد واتمنى كل كل النجاح وهني اولا في 12 ديسمبر 1 واعود الى سؤال اقول ان تأهل هذا ما جاش صدفة بل جاء بعمل جبار قام به سواء الطاقم التقني والفني واللاعبين والمد واللي راهم على رأس الفريق نقول بلي في الكرة كاين 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 يا دو لا شونس مي يا دو ترافاي اوسي كي باي يفوا تر سيريو دون ترافاي ايبي تو فا تو فا توصل تقدر تنجح فاصل. إن شاء الله يا رب هذه هو